بقابل كتير من الأمهات بيشتكوا من إن أولادهم ملهمش نفس الأكل، وغالباً بتبقى الأم فاكرة إن الفيتامينات هتحل المشكلة، لكن هما مش عارفين إن ده من أعراض حالة شائعة اسمها اضطراب الأكل الانتقائي، وممكن تسبب للطفل نقص في عناصر غذائية أساسية، وطبعاً ده ممكن يأثر على مناعته ونموه البدني والعقلي. بنصح كل أم باستشارة الطبيب لتعويض النقص ده بمساعدة مكملات غذائية زي Promise PE Gold.